في في البلد ثلاث طبقات للعيش، المستوى الاول اللي هو الراقي، المستوى الثاني اللي هو المتوسط، المستوى الثالث اللي هو زينا كده الزبالين. مش شركة واحدة، كانت شركة من اسبانيا ومن ايطاليا وبدأوا يوسعوا. طبعا احساس ان انا كنت متضايق، ازاي يعني واحنا اكتر خبرة من الشركات الاجنبية في المجال عادي التدوير وفي مجال الفرز وفي كل حاجة، وهتشيل الشغل كله، مش هتشيل جزء، هتشيل كله. كنت عايز ان انا اكون عندي مشروع في المنطقة بتاعته في الموضوع ده. فده الحلم ده اتخلت عنه.